بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.